مشاهدينا الكرام مرحبا بكم ترحب معكم في هذا اللقاء بدوله الدكتور عبد الروف الروابده رئيس مجلس الاعيان اهلا وسهلا بك دوله الرئيس وبكم اهلا, وسهلا. أهلا بك سيدي نبدا ربما اخر كان حدث محلي مهم هو دعوه مجلس الامه للانعقاد في دوره استثنائيه نعم هذه الدوره راى البعض بان جدول الاعمال الذي دعيت اليه يعني فيه العديد من القوانين ما رايكم بجدول الاعمال بدايه وهل تحتمل دوره مثل هذا الجدول بسم الله الرحمن الرحيم بداية عادة مثل هذا الجدول يجري التنسيق به بين الحكومة ومجلس الأمة وبموافقة جلال سيدنا وجرت العادة في الدورات الاستثنائية أن يوضع عدد من القوانين أكثر من القدرة على الإنجاز في نفس المدة لأن المدة الزمنية للدورة الاستثنائية ليست معروفة الدورة العادية ستة أشهر معروف بداية ونهاية الدورة الاستثنائية جلالة الملك يدعو لها وجلالة الملك يفض دورتها فالأصل فيها الدورة الاستثنائية هو التقيد بتلك القوانين وعدم الخروج عليها وإنجاز ما يمكن إنجازه منها ما تبقى يبقى للدورة العادية وأنا أعتقد أن الدورة الاستثنائية لم تستطيع إنجاز هذا الكم من القوانين وكل منها مهم نعم لكن بداية الدورة فيها مجموعة من القوانين الذي رأى البعض بأنها قوانين مهمة للإصلاح أحزاب لا مركزية بلديات يعني هل مثل هذه القوانين الثلاثة لوحدها يمكن إنجازها إضافة لقوانين أخرى أنا لا أعتقد أنه ممكن إنجازها يعني الأمل أن نكون في جدية في الإنجاز لكن لا أعتقد لأن مثل هذه القوانين الأصل فيها أن تسمع رأي الناس فيها أن تسمع الفعاليات القوى الوطنية جميعها الهيئات المؤسسات المجتمع المدني أن يستمع لها مجلس النواب أن يستمع لها مجلس الأعيان لتكوين الرأي النهائي حولها أنا كنت أفضل أن يكون هذا الحوار قبل ذلك قبل وصولها إلى مجلس لمجلس الأمة حتى تصبح عملية الحوار مدتها أقصر وتكون مفيدة لكن وتكون مفيدة لانه عادة عندما تاتي بقوانين مصاغة بتكون امكانيات التعديل والتبديل معدودة ولذلك اتمنى انه نقدر ننجز الممكن منها. عظيم، بما انه دولتك تحدث عن اهميه دور الناس والحوار الوطني نذكر بس الاخوه المشاهدين بسؤال شارك عبر تطبيق رؤيا، هل تعتقد اننا غادرنا مربع الصوت الواحد؟ ننتظر تفاعل الساده المشاهدين وتصويتهم عليه. ونذهب اكثر عمقا دوله الرئيس الى قانون مهم وأحيط به الجدل مؤخرا وكل ما طرح وهو موضوع اللامركزية يعني لديك رؤية في هذا الموضوع ولديك رأي فيها كيف ترى المشروع الأردني المقدم باتجاه اللامركزية أخي العزيز أنا أتكلم برأيي الشخصي ليس رأي مجلس العيان أولا مع كل الاحترام والتقدير للمجلس كثير مما أسمع ومما أقرأ وعما يكتب عن اللامركزية هي أهواء وآراء شخصية واجتهادات ليس لها تاصيل علمي. الاصل في انظمه الحكم نوعان مركزيه ولا مركزيه. عاده الدول في بدايه نشاتها تلجا الى المركزيه لانها تريد ان توحد الدوله خلف خط واحد تخرج من عمليه الصراعات الكبيرة والكثيرة لتوحد الـ الـ لتوحدها الـ نعم. لتوحدها وتسبيكها لكن المركزية لها صفتان مع تطور الزمن صفة تركيز وصفة عدم تركيز بصفة التركيز السلطة موجودة في المركز عند الحكومة المركزية عند الوزراء الميدان تنفيذي نقل معلومات ونقل قرارات فقط لما بتتطور الدولة تتطور أجهزتها بيبدأوا في عملية عدم التركيز بمعنى أن الوزراء في المركز يفوضون بعضًا من صلاحياتهم صراحي. إلى الميدان. في الأطراف. صحيح. إذا المبدأ التفويض التفويض لا ينزع السلطة الأساسية تبقى السلطة عند الوزير المفوض يستطيع تغيير التفويض صحيح. ويستطيع أن يغير قرار المفوضين من المفوض وقت, من وقت صحيح. إلى آخر. صحيح هذا المرحلة الثانية من من المركزية وهو الذي نعيشه الآن في بلدنا اللي بنحكي فيه الآن صلاحيات من الوزراء المركزيين مفوضة الميدان عندما تتوسع الدولة إما تتوسع حجما أو سكانا أو تتوسع مسؤوليات لأن الدولة في السابق كانت مقتصرة دولة الحارسة وظائفها تقريبا لا. صحيح لما بتتوسع دوائرها بتبدأ تشرك فعاليات الشعبيه في القيام بصناعه القرار وهنا تنقسم الى اتجاهين في عندنا لا مركزيه مرفقيه مصلحيه مؤسسيه سميها اذا بدنا اياها زي الماء والكهرباء والنقل والطيران تعمل لها مجالس متخصصه لتقوم بادائها على مستوى الوطن لانه عاده هذه المصالح الحاجه لها هي على كل رقعه الوطن وليس على جانب معين. الجزء الثاني هو ما نسميه باللامركزيه المحليه اللي هي الاداره المحليه. الاداره المحليه ان هناك قضايا تختص بمواطني منطقه بعينها. صحيح ولذلك هؤلاء لابد ان يكونوا مشاركين في 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 هذا القرار ونحن اخذنا من هذا الاداره المحليه اخذنا البلديات لكن ما زالت المحافظات لدينا جزء من المركزيه من النظام المركزي من النظام المركزي <applause> الان اللي بيفكروا في الحكومه وان شاء الله ربنا يوفقهم انه كيف ينقلوا يوسعوا اللامركزيه اللا لتشمل المحافظات عظيم بس اللامركزيه لها شروطها <applause> شرطها الاول أن تعطي الشخصية المعنوية للمنطقة أي منطقة محافظة لواء الدكية بدك تعطيها الشخصية المعنوية الشخصية المعنوية تعني أن لها مالها الخاص الذي يختلف عن مال الدولة مثل ما عندنا بالبلديات الآن مال البلدية لا يشبه مال فيصبح مالها مالا خاصا أصل. بها والموظفون موظفون بها وليسوا موظفون في الدولة المركزية والحكومة وعندها قدرة على ان تقاضي الناس وتتقاضى وتدار من خلال هيئة منتخبة من اهل المنطقة. وهذا صعب تطبيق هذا هو الاصل باللامركزية لكن احيانا القفز لهذا الجانب ليس من السهولة بمكان إذا عرفنا انه الإدارة في الدنيا, الدنيا طريق ذات اتجاه واحد صح. بمعنى آخر انه إذا اجتهدت فأخطأت ما بتقدرش ترجع للمربع الأول طيب لأنه هذه مكاسب مكاسب جماهيرية لا يتم التراجع عنها ولذلك تختار الحكومات والدول نموذج من المركزيه مركزية انتقالي طيب هذه الشروط التي تحدثت عنها يوفرها القانون المقدم باعتقادي لا اعتقد ذلك من قناعاتي الشخصيه لا اعتقد ذلك لانه مفهومه ولو ان العنوان لا مركزيه مفهومه المركزيه مع عدم التركيز الاداري مرنه مع عدم التركيز, التركيز الاداري يعني طيب. مبدا التفويض صار هو الاساس وليس عمليه نقل الصلاحيات الصلاحيات بدك تنقل الصلاحيات للمحافظه ولا بدك تحط المحافظه صلاحيات اللي عندها مفوضه اذا مفوضه بقيت مم. لم يختلف شيء بقيت مركزيه ولم يختلف طيب تحدث دوله الرئيس عن عن, عن مصطلحين مصطلح حكم محلي واداره محليه يعني حتى نفرق للمواطن اذا سمحت لي في هذول المفهومين عليهما صراع مم. وتعبير الحكم المحلي التغى حاليا لانه الاصل كان فيه في بريطانيا كلمه حكم تشمل السلطات الثلاث في الدوله التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه في حين احنا اللي بنتكلم عنه جزء من الإدارة السلطة التنفيذية ولذلك الأفضل هو استعمال الإدارة المحلية وليس الحكم المحلي حتى لا ينصرف في أذهان الناس أنه في صلاحيات حكم ستنتقل إلى الميدان هذا غير وارد وله وبعدين بدنا نفرق أيضا بين اللامركزية والفدرالية لأنه كثير من ناسنا بيفكروا أنه اللامركزية ستحول محافظاتنا إلى فدرالية ابدا هذا نموذج في الاداره وليس نموذج في السياسه عظيم بالنسبه لقانون الاحزاب اذا سمحت دوله الرئيس وانت كان لك تجربه بالحياه الحزبيه الاردنيه في بدايه انفتاح الدوله بعام 92 على الحياه الديمقراطيه واصدار قانون الاحزاب، هل المشكله في قانون احزاب ولا في عدم وجود ثقافه حزبيه ولا في تجربه اردنيه ولا في ماذا؟ انا بعتقد انه نوجه الاتهام لجهه بعينها صح. لا نصل فيها الى الحقيقه كل الاطراف عليها مسؤوليه الحكومات عليها مسؤوليه القوانين عليها مسؤوليه والمواط والقيادات الحزبيه عليها مسؤوليه والمواطنون عليها انا لا اعتقد ان الحياه الحزبيه ستنمو بتسارع في المنطقه العربيه بسبب التجربه التي عشناها في الخمسينات والستينات تجربه احزاب لم تكن احزابا بالمفهوم الحزبي صحيح. الاحزاب نمت في حضن الديمقراطية فالاحزاب ليست عقيده صح. وليست ايديولوجيا هي اسلوب في الحكم يختلف من مكان الى اخر الان هذا الاسلوب الحزبي بمعنى اخر كيف سنعرف الحزب؟ ان نعرفه انه مجموعه من المواطنين طيب اذا مجموعه من المواطنين مثل, مثل النادي مثل المنتدى مثل النقابه قال لا لهم فكر سياسي واقتصادي واجتماعي. ما كل الناس لهم فكر. قال يعملون للوصول إلى الحكم أو المشاركة بطريق. فيه بأسلوب سلمي بسنة. عبر صناديق الانتخاب. إذا أنت بدك تربي قناعات لدى الجماهير أن لديك أسلوبا في الحكم أفضل من القائم. موجود. نعم. أفضل من القائم. وبالتالي أنت تطرح على المواطنين ما يحل مشاكلهم مش ما يصنع أهواءهم. ولذلك الاحزاب في الديمقراطيات ليست ايديولوجيه وليست عقيده باي صيغه صيغه هذا ليس ضد العقائد لانه الانسان بلا عقيده صح. حيوان ناطق صح وهل يعني تؤيد ان تكون الاحزاب تابعه لوزاره ما او انا لا أو لهيئة أعتقد مستقلة انا لا اعتقد ان الربط هو القضيه لان الحكم في اي بلد في الدنيا له فلسفه يشارك فيها كل الوزراء صحيح فالربط بهذه الوزارة أو بتلك ليس هو القضية هو الأصل أسلوب الربط هل الربط رقابة مشروعية ولا الربط رقابة انضباطية الأصل أنا, أنا أريد أن تكون الرقابة على الأحزاب رقابة مشروعية أن ما تقوم به الأحزاب تقوم به بأسلوب مشروع وفقا لأحكام الدستور والقانون ولا تتجاوز على ذلك إذا تجاوزت تقدم للقضاء ما في إجراءات إدارية تؤخذ بها. الان هذا الكلام اذا ربطناه باللامركزيه في اللامركزيه راح يصير عندنا سميهم المحافظين سميهم الولاة سميهم الكاتب التمثيل أي, 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 اي شيء, أي شيء آه. لا يجوز ان يرتبطوا بوزير من وزراء الحكومه والا لصار هذا الوزير رئيس كل الوزراء الاخرين مزبوط. يعني هو مشرف على مدير الصحه وهو مربوط بوزير الداخلية إذا صار وزير الداخلية مسؤول عن وزير الصحة الأصل أن يصبح هؤلاء المحافظون تابعون لمجلس الوزراء أو هذول الحكام بالتالي وزارة الداخلية تتغير الصورة لها نعم. تتحول إلى وزارة الأمن الداخلي إذا انتقلت فيها المسؤولية السياسية انتقلت منها أصبحت لأ... وتصبح وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الإدارة المحلية اللي هي داعم للوحدات الإدارية الضعيفة م. ورقابة مشروعية على الأداء الآن أين تربط الرقابة المشروعية على الأحزاب لا تعود قضية صحيح. فرئيس الوزراء بوزارة مستقلة بهيئة مستقلة, بهيئة مستقلة, مستقلة لا تعود هي القضية لأنها رقابة مشروعية وليست رقابة إشراف وإدارة لا أداء طيب هل البلديات بحاجة لقانون جديد لتكون ضمن الاجنده المطروحه لو على كانت المتصر. النظره جديده للبلديات لقلت في حاجه لقانون، لكن من قراءتي للقانون ما وجدت اختلاف عن القانون الحالي الا في بعض من الامور الصغيره اللي ممكن تعدلها تعديلا. اما ما تغير دور البلديات، اداء البلديات، عمل البلديات. اثنين بدنا نتساءل هل الوحده الاداريه الجديده اللي بدنا ننشاها في الميدان فوق البلديه وحده اهليه ولا وحده حكوميه؟ إذا كانت وحدة أهلية وفقا لأحكام الدستور فهي حكما لا علاقة للحكومة المركزية بإدارتها إذا بدنا ننشئها جزء من الإدارة المركزية لا يجوز أن ترتبط البلديات بها فهذا موضوع دستوري يجب أن يدرس بجدية متناهية عظيم نذهب إلى فاصل دولة الرئيس والأخوة المشاهدين ونعود بعد قليل أيضا لهذا الحوار مع دولة الدكتور عبد الرؤوف روابدي رئيس مجلس الأعيان قم نعود اعزائي المشاهدين ونرحب مره اخرى بدوله الدكتور عبد الرؤوف قوابي رئيس مجلس مره اخرى اهلا بك دوله الرئيس من البلديات والاحزاب واللامركزيه الى قانون الانتخاب وهو الجدل المستمر عند الاردنيين قانون الانتخاب احنا سؤالنا للجماهير هل سنغادر مربع الصوت الواحد باعتقادك وهل هناك شكل جديد؟ انا اعتقد اننا غادرناه غادرنا بقائمه وطنيه وصوت هنا هنا ياتي النقاش هنا ياتي الحوار تفضل اولا دعني اقول ما يلي قانون الانتخاب في اي دوله بالعالم يمثل توجهها الديمقراطي وبالتالي لا يصنع في غرف مغلقة ولا يتكتم عليه هذا جانب الجانب الثاني لا يصنع بنظريات لأنه كل اللي تحدثوا عن قانون الانتخاب تحدثوا عن النظريات الانتخابية الدائرة الفردية والدائرة الأكثر من فردية وعدد الأصوات اللي فيها والانتخاب بالقائمة هل القائمة وطنية أم على مستوى المحافظة كلها قصص طيب. نظرية مطلقة طيب شو المرتكزات اللي بدنا نرتكز لها خلينا نحكي أولا النظام الانتخابي ليس قفزات في الهواء عادة أنت بدك تنطلق من واقع الوطن من منظومة قيمه وعاداته وتقاليده وتبدا تطوعها وتطورها ولا تنتقل نقلات عشوائيه بتاتا بحيث لا تعرف الى اين ستصل. لدينا نموذجان النموذج الاول هو التصويت الجمعي ان الدوائر ليست متجانسه عدد المرشحين فيها غير متجانس وبالتالي من حقك اختيار كل يعني نواب شحية. بعدد المرشحين المرش بعدد المرش المقاعد في في تلك المنطقه والبعض يقول ان هذا عدم عداله انه ليش في دائره لها واحدة او اثنين ودائره لها تسعه او 10 او غيره أو أو. وهذا التصويت الجمعي معروف انه نتائجه سابقا اي تنظيم ليس شرط تنظيم حزبي اي تنظيم بيجمع 20% من الناخبين في تلك المنطقة يصنع القائمة كاملة أغلبية. ويلغي ادوار صح. الاخرين. طيب. طيب ثم تاتي الى الصوت الواحد، ان يكون للدائرة نفس العدد من المقاعد وما بتنتقب الا واحد منهم. ما الذي صنعناه؟ صارت الدائرة مجزأة الى وحدات غير متجانسة، صح كل وحدة بتنقي واحد. طيب السؤال الاول اللي بيجي فيه هل نريد لمجلس النواب سياسيين ولا نريد نواب خدمات زي ما بيقول البعض اذا الموضوع خدمات الخدمات يجب ان تنقل الى الميدان لا يجوز ان تبقى الخدمات بيد الوزراء حتى لا يبقى النواب رهينة بيد الوزراء لأن مواطنيهم وناخبيهم بحاجة الى خدمات هذه الخدمات لا يحصلون عليها إلا إذا رضي عنهم الوزراء طب كيف سيكون سلطة رقابية لذلك باللامركزيه تنقل هذه الخدمات الى الميدان ويصبح النواب المحليين هم نواب الخدمات وهم اقرب لبعضهم واقرب للسيطره على حاجات المنطقه وتمثيل مطالب الناس اذا احنا لما بدنا ننتقل مركزية بدنا نواب سياسيين نواب سياسيين بدنا نتساءل بالاول بدنا اياهم حزبيين ولا سياسيين بالمطلق اذا حزبيين بدك تعدل الدستور لتسمح بان لا يترشح احد الا اذا كان حزبيا وهذا صعب مثلا مم. اذا جيت هذا مجانا كثير من اللي بيحطوا نظريات بيقول لك والله الاجنده الوطنيه اقترحت شو النظام شو اللي اقترحت النظام قالت في جزء بالقائمه وفي جزء بالدوائر الفرديه طيب كويس هذه الدوائر الفرديه من يوزعها اذا كان اللي بتوزعها الحكومه المركزيه معنى ذلك ستصنع القرار هي اذا هذه الدوائر بدك تقول وفي حقوق مكتسبه محافظه ما لها اربع نواب بدك تنزلهم لاثنين كيف ستقنع المواطنين هناك وكيف تتجاوز لذلك من اراد ان يقترح بده يقترح مشروع قانون متكامل الدوائر فيه محدده في كل محافظه عدد النواب محددين في كل محافظه السؤال الثاني اللي بيجي بعدين في كوتات ولا ما فيش وعلى اي اساس وهذه الكوتات كم حجمها ثلاث كم حجم مجلس النواب الذي نريده ولدينا قدرة على الإدارة فيه في غياب حركة عزبية فاعلة فاعلة ما هو هذا هذا العدد اثنين ما هو الجزء الذي يخصص للدوائر الانتخابية ليعبر عن الناس اللي على الأرض ما بدناش تعبير عن الناس اللي بعمان فقط هؤلاء كم ستعطيهم طيب نعطيهم خمسين طيب عندنا 100 نائب اذا في 50 للدوائر الانتخابيه 50 وزعهم على 12 محافظه بدك تنزل كل المطلوبين في المحافظات الى اقل من الربع طيب ناتي للقائمه بيقول لك احنا قلنا بالقائمه طيب ما القائمه على مستوى المملكه شيء والقائمه على مستوى المحافظه شيء والقائمه على مستوى المحافظه لما المحافظه الى نائبين للقوائم اي اي انتخاب بالقائمه حد الادنى خمسه تقدر يصير في قوائم حد ياخذ نايبين وحد هذا ياخذ نايب وهذا ياخذ نايب وهذا ياخذ نايب ايضا هذا بدك تحكي لي لذلك انا عم بقول للحركه الحزبيه ولكل الفاعلين في الميدان السياسي عليكم ان تقترحوا اقتراحات واقعيه وليس عناوين، العناوين بتريح الحكومات، بقول لك انا عملت قائمه مثل القوائم اللي سويناها في الدوره اللي فاضيه بصير بلد زي الاردن بيصير في فيه 60 قائمه او 65 او 67 قائمه او ما بدون صفر وبدون بدون عتبه بدون عتبه, عتبة, عتبة. انه المفروض اي رقم دون ال 50000 ما يطلعوش ناواب اها لانه لو لو انا الناخبين مليونين ونص في الاردن وقلت العتبه 2% 50000 صح ماذا يص... ماذا يعني ذلك مش يعني ذلك حرمان لا يعني ان هذه القوائم بدل ما هي 60 بتصير عشرة بتقل وبتصير اداره افضل تتحد الناس مع بعضها بصيروا يلتقوا مع بعضهم اذا امكانيات تشكيل التكتلات السياسيه بتصير اسهل واسهل طيب. وافضل طيب البعض دوله الرئيس ربما اليوم احد الصحف معنونه انه هذه القوانين اللامركزيه والاحزاب والبلديات تهيئ الاصلاح لاصلاح النظام الانتخابي وصاروا الناس يعني العاديين ربما واللي بحق لهم نوضح لهم الفرق ما الفرق بين اصلاح نظام انتخابي وقانون انتخاب خلينا اذا سمحت ناخذ النظام اذا سمحت القانون الانتخاب يحدد الاجراءات والنظام الانتخابي هو الشكل الذي يؤدي به المواطن صوته ولذلك في قوانين في انظمه انتخابيه في العالم بعدد الدول ولا يستطيع أحد أن يقول أن هذا النظام الانتخابي هو نظام الأمثل في العالم ما في دولتين فيهم نظام انتخابي متماثل لأن الأصل أن تصدر الأنظمة الانتخابية من حاجات الوطن وطنية. من ظروفه من ظروفه إحنا في الأردن عايش. عايشين في أنبوب اختبار ولا عايشين ضمن هذا الإقليم بحجمه وبقضاياه وبأوضاعه وبالتالي جزء من الصورة التركيبه الوطنيه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، التوزيع المناطقي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار. هذا بيجعلنا نضع نظاما انتخابيا لنا. هذا النظام الانتخابي انا الذي ادعو اليه. نظام انتخابي. نظام انتخابي من جزئين، جزء الى الدوائر الانتخابيه وجزء اخر للقوائم. والقوائم على مستوى الوطن. وحدها الادنى 2% 50 اللي هو 2% العتبه من اخذ اقل من 2% ملوش نواب <applause> والتوزيع على الدوائر لدي اقتراح انا لطريقه التوزيع مثل لدي طريقة اذا بدي اقولها لان بريح لأ الاخرين بنقدها لانه احنا معتادين على فكره في الاردن ما اروع وضعنا يا ما اطيبه كلنا ناقدون يعني بس اعطينا العالم <applause> العالم بيعرف الشعراء وبيعرف الادباء وكتاب القصه والنقاد موجودين بس التاريخ بنساهم الاردنيين بكيفين اقترح اي راي بيقول لك ولكن بس لو سوينا هيك وغيرنا لا انا تارك ك... يعني عدد الدوائر يعني بس كديش. عندما ياتي تقريبا كم عدد الدوائر؟ انا أ... انا بعتقد ب... ب... بديش اتدخل بعدد النواب <applause> نصف عدد النواب يجب ان يكون للدوائر الانتخابيه نصف العدد ونصف نصف العدد عم. ونصف العدد لا يكون توزيعا على السكان نكون بنأخذ بعين الاعتبار الأرقام الحالية وبنقسم على اثنين الأرقام الحالية الراهنة الراهنة ف... على اثنين كي. حتى لأ لأنه إذا الحقوق المكتسبة صحيح. إذا أثرتها ستزعج المواطن اللي احنا بنحط قانون انتخاب من مصلحته عشان يتحرش ويشارك ونستثيره انه فقد حقوقه فيصبح خصما طيب والنصف الثاني الدوائر النصف الثاني للدوائر الانتخابيه والنصف للقوائم هل الدوائر تلغي الكوتات في فكرك واقتراحك؟ انا لست مع الكوتات قلبا وقالبا ليش؟ كنا معها عند نشأة الدولة عند نشأة الدولة لا يجوز أن يحس أي طرف من المواطنين بالغبن أو بالتهميش أو بالتهميش ولذلك جاءت الكوتات الآن لتدخل الكوتات على القوائم نستطيع أن ننظم بالقوائم كل رابع اسم امرأة كل سادس اسم كذا مسيحي كل سابع اسم مثلا شركسي او شيشاني نستطيع ان ان نقتنع طريقه نموذج يناسبنا شريطه ان يكون دستوريا نستطيع ان نجد نموذج لانه اذا اذا حكينا على الـ على الـ على الكوتات سلفا الكوتات الان زمن مانيش 15 و7 وثلاثة وتسعة تسعة عشر وخمسة عشر أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين طيب إذا يعني <applause> إذا الرقم نصف الستين تقريبا <applause> 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 تمام إذا قلنا خمسين أه. للدوائر هي راح أربعة وثلاثين منهم شو ظل يعني ظل ستة عشر للآخرين <applause> عظيم أيضا في ظل هذه القوانين هناك الحكومة وأنت تفضلت لدوت رئيس أنه في حاجة للحوار يجب أن يكون هناك حوار على هذه القوانين من الذي يقيم الحوار وهل الحكومة تلقي الأمر على مجلس النواب وعلى عاهل مجلس النواب وهناك من يرى ويسألك هل نحن بحاجة إلى لجنة وطنية أخرى للحوار حول هذه القوانين الثلاثة الإصلاحية الأصل في الحوار أن تبتدأه الحكومة لأن هذه القوانين لا توضع في غرف مغلقة هذه هي اللي بتساوي حوارات في النهاية هي بتحسب رأيها الحكومة قبلت بهذا الحوار ولا لا لكنه عندما يذهب إلى مجلس الأمة بتكون الحوارات قد تمت صحيح. بصير النواب اللي هم ممثلين الشعب هم اللي بيسووا الحوار صحيح. احنا عم نسوي للنواب الممثلين الأمة يعملوا حوار مع ممثلين الأمة صح. وهي... وهي هي هي أنا, أنا بعتقد هذا الكلام الأصل فيه أن يطرح هذا القانون للعامة. كمشروع للعامة في الصحف في أم على أم التلفاز أم تطرح تسمع اراء الناس ياخذ وقت كافي الحكومات في دراسته تلتقي بالقوه والفعاليات في عندنا الاحزاب والنقابات والجمعيات المجتمع نوادي, نوادي ومنتديات هي التي تصنع هذا الحوار عندما يصل الى مجلس الامه مجلس الامه يغطي النقص م. النقص في الحوار الذي لم يتم هو الذي بنضجه وهذول ممثلي الشعب مجلس النواب طيب ما دام الطريق غير ممهد بالحوار لهذه القوانين يعني هل يخشى دولة عبد الرؤوف الروابدي من قفزه في الهواء او ربما تطور سريع بهذه القوانين غير محسوب صحيح صحيح السياسي على فكره يجب ان يكون حذرا السياسي على فكره مش واعظ السياسي مش واعظ الوعظ يقول رأيه وما يؤمن به وليس مسؤولا عن تطبيقه السياسي هو اللي بده يطبق ولذلك يجب أن يكون حذرا أن يكون التغيير للأفضل وأن يكون التغيير, التغيير التعبير عن الحريات وتعبير عن مشاركة المواطنين جميع المواطنين أن يكون لهم دور كيف بدنا نخرج من الأغلبية الصامتة الآن اللي بنصنع مجالسنا مش بس مجلس النواب والنقابات والأندية والجمعيات اللي بصنعها الأقليات الأقليات ما ل... الأقليات الدينية والعرقية لا لا. يعني بتشوف نقابة فيها 120 ألف اللي بيصوتوا 7 8 آلاف نفس القصة في مجالس النيابية صح بدك تحرك الأغلبية الصامتة الأغلبية الصامتة ما بتتحرك إلا إذا وجدت أن النظام الانتخابي يعبر عنها هذه لا تشارك وهذه تطالب بمطلب تاريخي تعديل قانون الانتخاب متى يمكن او ما هو التوقيت المناسب دوله الدكتور لطرح مثل هذا القانون؟ هناك انا بعتقد الدورة العادية الجديدة الاخيرة الدورة العادية القادمة الدورة العادية القادمة هي اخر موعد لانه مجلس النواب بعد له دورة وجزء من دورة عرفت علي كيف؟ وبالتالي هو مجلس النواب اللي بده يقرا هذا القانون وبده يقر هذا القانون وإذا مرت هذه الدورة ولم يقر القانون ستجرى الانتخابات على القانون القديم لأنه التغت القوانين المؤقتة وهذا قانون دائم <applause> هذا قانون دائم هذا, آه. هذا قانون دائم وبالتالي يجب أن يكون التركيز عليه في الدورة العادية القادمة طيب كل هذه القوانين دولة الرئيس التي قدمت للدورة الاستثنائية وبرغم كل الجهود هناك من يرى بأن الأصلاح في تراجع في الأردن لا شوف انا لا احب دائما الحديه يعني للزعلان زعلان أه بظل انك انك بقولها مثلا بقدر احكي على الصريح ما حداش بيقدر يزعل علي تبقى كل الخدمات عنده مي وكهرباء وتلفون وطرق وهذا ولمبه باب دار ما ترتشبتش لمبه كهرباء بقولها الصريح محرومه من الخدمات ما بدنا هذا التعبير ال 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 قلنا من البدايه انه احنا مش انبوب اختبار <applause> مش قاعدين بمختبر <applause> احنا جزء من منطقة منطقة مولعة ملتهبة منطقة كل احداثها تؤثر عليك وتتأثر بها انت ايضا هذا الاصلاح على فكرة مش دائما وتيرة واحدة متدفقة بسرعة متدفقة بسرعة الاصلاح له احيانا وقفات للتفكير للمراجعة طيب هاي القوانين الثلاثة ألم تكن المطالب هي هذه هيها جاءت طيب اذا فلسفة الإصلاح قائمة وموجودة ظل قانون الانتخاب فقط هو الذي عليه النقاش فإذا كانت تأجل للدورة العادية القادمة هل يعني ذلك أن الإصلاح تراجع. في تراجع لأن الإصلاح عندنا ما بدأش مع الربيع العربي بدأ قبله وسيستمر بعده سيبقى مطروح يعني أما يعني بدنا بدناش ننظر بعين سوداوية دائما طيب خلينا نشوف شو رايك اجابات الاخوه المشاهدين على سؤال شارك عبر تطبيق رؤية هل تعتقد اننا غادرنا مربع الصوت الواحد 39% يقولون نعم و61% يقولون لا نذهب الى فاصل اعزائي المشاهدين ونعود الى حوارنا مع دوله الدكتور عبد الرؤوف روابي رئيس مجلس الايه مرة اخرى ارحب بكم اعزائي المشاهدين واجدد الترحاب بدوله الدكتور عبد اللطيف رئيس مجلس مرة اخرى اهلا بك يا دوله الرئيس هناك ربما اسئله كثيره ولكن ايضا في سياق الشان المحلي والاصلاح والتوقع وانه زي ما تفضلت لا يمكن ان نقدم ربما كل الاصلاح في ظل اقليم منتهب وضعيه الدوله طيب اذا سلمنا بهذه الواقعيه التي شخصتها لدوله الرئيس الاردن طرح قبل اسبوع ونصف خطه للاردن 2025 الحكومة قالت خطة أو خطة سجادة حكومية تمتد وتقصر يمكن تغييرها يعني كيف لنا أن نرى رأيك في هذه الخطة؟ أولاً أنا لست اقتصادياً وهي المرحلة مرحلة الاقتصاديين وبالتالي ما عندي قدرة على تحليلها لكن عندي تساؤلات كيف نضمن التزام الحكومات القادمة بها؟ ألم نكن نضع خططاً لخمس سنوات؟ وتتغير الحكومات فتتغير ما تبقى يتغير ما تبقى من الخطط ما هو الضمان لاستمراريتها؟ هل ستعرض على مجلس الامه لاقرارها على بشكل قانوني او على بشكل خطوط عريضه او تفاهم عليها؟ انا هذا الامر لا اعرف به ولا اثنين أعت... يعني انا سمعت تصريحات للحكومه تقول اذا بقيت الظروف كما هي كيف هذا؟ من كيف ستبقى من ظروف؟ يضمن بقاء وعمر الظروف لا تبقى في اي دوله في الدنيا بقاء الحال المتغيرات المتغيرات تستدعي تغييرات في الخطط، هل هذه الخطط ثوابت؟ لا اعرف ولذلك انا ساترك هذا الموضوع للاقتصاديين لنتدارس ولدينا اقتصاديين في مجلس الاعيان سندرس هذه الخطه ويكون لنا فيها راي ما بتتوقع تكون مصير هذه الاجنده الوطنيه؟ لا في جديه مختلفه انا بعتقد اعتقد الاجنده الوطنيه ما بدي ادخل فيها سرقت وانكتبت الاف الصفحات بيوم وليله وما كانش في قناعه عند الناس انها ناشئه من من داخل البلد مين ان أه؟ انا يوما ما خطبت وقلت لقد كانت الترجمه المجال الرئيسي لصناعه القرارات ولكن ترجمه لم لم تتوافق آه مع الخارطه آه واللي قاموا فيها حكوا لك عن قوى الشد العكسي وحكوا لك عن القيادات التي ترأت وصاروا هم اللي بيقفوا في وجههم، يعني الهدف عندهم المسير، المسير لوين مش مهم؟ المهم انه يمشي لا مش هيك الاوطان تسير للتقدم للافضل ولا توضع الامور بها من ما هي التجربة الإدارية لهم التي وضعوا فيها مثل هذه الخطط ليس ولذلك ما اقتنع بها الناس وما أخذت مدى هل عرضت بصراحة دولة الرئيس عرضت التم الروح الأجندة الوطنية والأجندة وجاهز للنقاش بها مع أي واحد من اللي شارك فيها بندوات مش دعوة. واحدة دعوة مفتوحة دعوة مفتوحة دعوة مفتوحة للنقاش يأتي هو يطرح ولا أبين رأيي مش أنا يناديني يقول لي شو ما أقضيك يجي يقول لي هو ما هي اقتراحاتك وجه الوجه. وجه ما هي اقتراحاته كانت للإصلاح وأقول له رأيي فيها عظيم ها؟ طيب اه هناك من يرى أن الحرية الإعلامية في الأردن في تراجع مش من باب عدمية ولا من باب حدية لكن حقيقة هناك تقارير عالمية تقول دولة رئيس أن الحالة الحرية أنا الحرية أنا, الحرية. أنا ما بنتبه حتى للتقارير العالمية لماذا؟ لانه ك... لانه اسلوب في الوصول لهذه التقارير اي عالميه نتحدث بها؟ اكثر اللي بيحكوا عن حريه الاعلام هم الذين يأيدون الحريات في بلادهم وهم الذين يقفون مع الدكتاتوريين في البلاد الاخرى. لكن خلينا نحكي عن حالنا احنا. انا بعتقد في تراجع. الان هنا علينا ان نتدارس ما هي الاسباب المؤديه لهذا التراجع؟ هذا هل الاسباب قرارات حكوميه؟ ام الاسباب عدم اخذ قرارات حكوميه مثلا <applause> ما هو الدور الذي يؤديه القوى الوطنيه الفاعله التي لا تضع الاوطان دائما في مواجهه الطرف الاخر بدنا نبني هذا الوطن بالمودة والحب بالإيمان به أنه وطن نهائي هذا مش شنته بدنا نقتنع نتعامل فيه على اساس المواطنه ونتعامل به على اساس الوطنيه والالتزام به هذا وطن لنا كلنا ليس لطرف على طرف اذا كان فيه خطا تعال لنتدارس ما هو السبب المؤدي الى ذلك وبعدين خلينا نتفرج عن اكثر الدارسين لما, لما, لما يجري حول الحريات من أن تمويلهم من نفسي. اين من اين ياتي هذا التمويل من دول الحريه التي التي تقف مع الحريات في بلادنا ما بتخشى اتهام ميتك دوله الرئيس لهذه المؤسسات من المجتمع المدني انه بكره يعني يهاجمك لا لا انا بحكي على التمويل. التمويل انا ما عم بحكي على أهداف النبيله انا ما لي دخل اشخاص محترمون بس يا اخي هذا الممول مشروع في ممول بالدنيا ما يلوش اهداف حتى لو لم يضع لك شروطا ما احيانا عنوان البحث شرط مقيد يعني هم الان كلهم مهتمين بالحريات في بلادنا الربيع العربي من من اثاره؟ من ثوره؟ من يشارك في صناعته وصياغته؟ اما والله في تراجع بالحريه اقول لك هذا صحيح انا احس بالحريه الصحفيه ان فيها تراجع مستقبل الاعلام انت تابعت ربما في فتره مؤخرا الصحف في الاردن في تراجع ايضا والدوله تتركها وحيده ما رايك؟ هناك من يرى ما هو خلينا نرجع للسؤال الاولي السؤال الاولي هي الدوله الحكومه مسؤوله عن الصحف مم. اذا مسؤوله خلص نفك عن بعضنا تاتي هالدوله هالحكومه تمول هالصحف وتديرها هي مم. لو اننا سمحنا قد نقلب العداد مثل مطالب البعض انه الضمان الاجتماعي يخرج من الصحف ونبيح ونخصخص هل اللي بيصيحوا على التخصصيه سيقبل يقبلوا ذلك؟ هل تحول حكم راس المال ايهما اخطر؟ حكم راس المال ولا حكم مؤسسات عامه؟ حكومي؟ عامة اكيد مين مين انا بعتقد الحكومه كان عليها واجبا ان تتصدى لازمه الصحيفتين الاساسيتين الراي والدستور ولا يجوز تركهما على حالهما ولا يجوز ايضا ان يكون الحل تغذيتهم بالمال زي ما بيطلب البعض في جلس جلسات مع اصحاب الراي الراي العام صحيح مش صحيح الراي الجريء اجراءات لازم تتم آه. لنتفق على اجراءات هذه الاجراءات كيف نضمن الاداره الحصيفه من الذي شوه هذه الصحف بيقول لك سوهت الادارات العامله فيها طيب اوكي دعونا نتناقش لنصل الى الحل ما هي الصيغه التي نريد ان ندير بها هذه الصحف أن يديرها صحفيون متخصصون لكن بأي مال هل هو بمال العمال في الأردن مال الضمان الاجتماعي ولا لا طبعا أما على الحكومة أن تقف إلى جانب الصحافة وقفة جادة حقيقية من العيب أن الصحفيتين الأساسيتين في هذا البلد أن تنهارا عظيم. فيما يعني من ملفات محليه ايضا هناك ملف لك صله وثيقه فيه وهو الحركه الاسلاميه والحكومه في الاردن. دوله الرئيس هل تعتقد ان الوضع للحركه الاسلاميه هو نتيجه لعلاقه مأزومه مع الدوله والحكومه بشكل عام بالمعنى العام ام لازمه داخل التنظيم نفسه؟ دعني اقول انني انطلق من احترامي لهذه الحركه. ومن تاريخ يوما ما كنت فيها. وانني عندما تركتها لم اتركها لاختلاف عقدي معها اختلاف لمواقف سياسي انا اتفق عليها انا بعتقد الازمه موجوده داخل الحركه ليس في الاردن وحده وانما في غيره ايضا وهذه الازمه لها تتفاعل ما لا يقل عن عشر سنوات بحيث اصبح الصراع على 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 واجهات الصحف بين طرفين في داخل هذه بغض النظر عن الاسماء التي تطلق آه عليها بين عالميين وبين محليين اصبح الواقع ما 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 بديش احكي فيها الواقع. اثنين لا يجوز ان يكون حزبان لهيئه واحده في حزب جبهه العمل الاسلامي للعمل السياسي والاصل ان الطرف الاخر للعمل الدعوي صح حبيب. اما الطرفان يشتغلان في السياسه هذا في رايي الشخصي ما له علاقه بعمل الدوله انا انا اعتقد ان الازمه ايضا مع الحكومه ساهمت في تعظيم الازمه الداخليه مع الحكومات مش مع الحكومه الحاليه وبالتالي جاء الانشقاق من داخل الصف وهل بالامكان رتق هذا انا اعتقد الرؤوس الساخنه والحاميه لن تقبل الحوار إذا مش قابلين يحاوروا إخوانهم كيف سيحاورون الآخرين بس بعثوا رسائل للحكومة يعني أكثر من مرة يعني شو قالوا يعني طلبوا فعاليات عقدها في أنا أنا مجلس النواب يعني ما خطبوني أنا رئيس عيان وأنا قريب عليهم كثير كويس لما بقت تقع الأمور بقوا يحكوا لي ما حدا منهم حكى معي وكنت سأتدخل ويكون لي دور لأنه لا نحب في بلدنا هذا اي انشقاقات لانه الوطن بيتاثر بذلك اذا تتدخل لصالح وحده الجماعه تمام بدون نقاش بذلك وحده الجماعه ان تخرج صيغه يلتقي فيها الجميع يعني تبرد الرؤوس الساخنه ويتفق الجميع على خط العمل في هذه الحركه الاصيله اللي جزء من مجتمعنا الوطني واللي يكون لها دور ويجب ان تكون مشاركه وان لا وان لا تهمش كل هذه القصص وانا اعتقد ان النظام الاردني منذ نشاه الاخوان المسلمين في الاردن وهو يحاول ان يجعلهم شركاء وان لا يهمشوا التهميش احيانا ذاتي بيكون من داخل تهميش داخلي طيب دوله الرئيس هناك بعض الاسئله او بعض التفاعلات مع متابعينا عبر تويتر و شبكات التواصل الاجتماعي ليث عبر تويتر يسأل يقول قلت في محادثة لك دولة الدكتور عبد الرحمن أن المحادثات مع إيران غير مجدية هل ما زلت عن رأيك؟ جدا وأؤكده لأنه أنا عم على في دور في العراق وسوريا ولبنان واليمن كيف ستصنع علاقة ونحن متأثرون بما يحدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن أنا مع الاتفاق مع إيران لأنها جزء من هذه المنطقة وقوة فاعلة على 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 ساحة هذه المنطقة ولكن عليها أن تعرف أن حدودها دولتها وأننا نتفق على المصالح وأن التدخل في شؤون الآخرين هو الذي سيؤدي إلى الصراعات ودفعنا ثمنا غاليا لهذا التدخل ولذلك أنا أعتقد أنه غير مجدي وهي تتدخل عظيم محمد أيضا عبر تويتر يقول مسألة الصوت الواحد الواجب يجب أن ينتهي الوزير الكلالدي قال عبر رؤية قبل عام بأنه انتهى وأنا أعتقد أنه انتهى طيب. صوت الواحد أنا أعتقد أنه انتهى وإلى غير رجعة عظيم نعود لقضية أيضا محلية قبل أن ننهي في قضية عربية الموارد البشرية في الأردن شكل لها في الآونة الأخيرة دولة الرئيس لجنة عليا هل تعتقد ان المورد البشري الاردني الشباب الاردنيين اللي بيشتغلوا واللي بيدرسوا ما زالوا جذابين وممكن الاستثمار فيهم؟ اولا الاستثمار في الشباب واجب بغض النظر عن اي ظروف اخرى محيطه لانه هؤلاء هم صناع المستقبل لكن تتغير يتغير اسلوب التعامل في هذا المجال من حين الى اخر نحن قبل مده كنا ننتج لنصدر لنصدر بشكل رئيسي ننتج اضعاف اضعاف حاجتنا لنصدر الان المستورد السابق اللي كان اصبح لديه انتاج واحيانا انتاج منافس وبجوده عاليه وبجوده عاليه وبالتالي بقيت لدينا التجارب والخبرات المتاصله القديمه هي الفاعله الجديده ما دورها لم يتعظم ولذلك علينا ان نتكلم بالموارد البشريه التي نحتاجها لبلدنا ان ننتج حاجات هذا الوطن في مختلف المجالات وان لا نبقى ننتج عشوائيا ننتج تخصصات بيقترحها اي وزير تربيه وبعد اربع سنين بنقع في مشكله ماذا نعمل بها وكيف نغيرها بدنا نحدد ما هي التخصصات التي تدرس ما هو حجم السوق السوق وبالتالي ننتج حاجات هذا هذا السوق. هذه في يقيني هذه المرحله. عظيم، في قضيتنا العربية الأخيرة ربما في هذا الحوار دولة الرئيس، العلاقات الأردنية العربية وتحديدا الخليجية. هناك من يرى أنها في فتور. هناك من يرى أنها في حالة انجماد، هناك من يرى أنها عادية وليس فيها شيء. ماذا يرى دولة الرئيس الدكتور عبد الرحمن؟ آخر الحبيب. أنا لا أتكلم عن معلومات. يمكن اللي بيقدر يجاوب عن معلومات هو رئيس الوزراء ووزير خارجية. أنا لدي إحساس من خلال اتصالاتي أن الأمور ليست على قيد، والأمور بحاجة إلى جدية في مناقشتها من أجل الوصول إلى حلول. أنا لا أعتقد أن الأمور مريحة بشكل جدي. ما هي الأسباب الداعية لذلك؟ لا أعرفها. هل هو ما يحدث في سوريا هل هو ما يحدث في العراق هل هو ما يحدث في اليمن هل له علاقة بأساليب العمل الثنائي بيننا أنا لا أعرف لكنني أعتقد أن الأمور ليست بمستواها الذي نريده أو الذي كانت عليه هل تأذن أو تعتقد أن كان من الأردن مطلوب شيء أو ما هو المطلوب من الأردن لكي تتحسن هذه العلاقة دائما على فكرة الدول المجا... المتجاورة لها مطالب من بعضها <applause> لذلك انا قلت لك في المطالب التاريخيه اللي نحن نحمي حدود بعضنا قائمه وموجوده حتى الان لكن ماذا استجد لا اعرف عظيم. اخر سؤال اذا سمحت واذنت فيه سوريا اشتكت الاردن لمجلس الامن ورغم ان الاردن يعني كان رؤيته واضحه جلاله الملك للحل في الازمه السوريه ما تعليقك على سيدي المأزوم لا تدخل انت وياه في حوار أن يقول صح أو, أن لا يقول صح بتاتا من الصيغ يعني خليني أعطيك مثال بسيط ذهبت أنا وأحد الزملاء في زيارة إلى دمشق قبل عشر سنوات واستقبلنا النائب رئيس الجمهورية هو طالب ذلك وكان الحوار عن العلاقات مع الأردن فبقول له أنا يعني أنا لكم أن توقفوا عملية تهريب الأسلحة إلينا سالني قال لي انت بتعتقد انه نحن نعلم بتهريبها؟ قلت له انا بعرف يمين. قال لي كيف؟ قلت له لك حدين واحد مع اسرائيل وواحد معي، هناك ما بطيرش عصفور وانا بفوت على مدفعي مدفعيه يعني كيف كيف بدي افهم غير ذلك؟ غير اخواننا لهم مواقف يعتقدون انهم اباء النضال، اباء الوطنيه، ضمير الامه، كل هذه الصفات وان الاخرون لابد ان يكونوا عملاء لهم. هذا البلد على فكرة حمى أمنهم على مدى التاريخ هذا البلد غرسنا على كل الشهداء الذين دفعناها على أيديهم من تفجير بأرض الرمثة من, اغتي... من, من... تفجير رئاسة وزرائنا وكلها تجاوزناها في سبيل مصلحة الأمة العربية وهم الآن في ضنك هم في أزمة خانقة وقاتلة وبالتالي بلا كل يوم بتهمولهم طرف الله يوفقهم أمين سيدي شكرا لك دولة الرئيس على هذا الحوار شكرا لتفضلك بالوجود معنا في هذا المساء شكرا لكم أعزائي المشاهدين على أيضا متابعتكم وطيب متابعتكم سؤال شارك عبر رؤية تطبيق رؤية هل تعتقد أننا غادرنا مربع الصوت الواحد؟ 34% يقولون نعم و66% يقولون لا نعم؟ شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم مرة أخرى هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم